ردود الفعل تتواصل على مشاريع قوانين ومراسيم صادق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعاته الأخيرة من طرف المركزيات النقابية والنقابات المهنية. يتقدم المشاريع محل الاعتراض ما يتعلق منها بزيادة سن الوصول إلى التقاعد مع إلغاء حد الخدمة وبتسيير المدارس وإجراء تقويم للمدرسين. تقول النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي سيباس إن تحسين ظروف الخدمة والتقاعد بالنسبة لعمال الدولة أكثر إلحاحاً من تمديد العمر المهني، معتبرة أن للتمديد تبعات اجتماعية وصفتها بالثقيلة. ولاحظت النقابة أن الحكومة أنشأت بموجب مرسوم صدر مؤخراً هيئة استشارية في مجال التعليم، خلت تشكيلتها من ممثلي موظفي التعليم سواء كانوا معلمين أو أساتذة أو مفتشين تضيف النقابة، معبرة عن رفضها للخطوة بالقول إن أي إصلاح للتعليم لا يقوم على إشراك المدرسين في مختلف مراحل إعداده وتنفيذه ولا يستهدف جعلهم في وضعية لائقة هو إجراء محكوم عليه بالفشل. وفي الاتجاه نفسه سارت منسقية التعليم الأساسي في بيان أصدرته قبل أيام، حيث لوحت بالدخول المبكر في برنامج احتجاجي مع بداية استئناف الدراسة شهر سبتمبر المقبل، احتجاجا على ما قالت إنه إصدار مشروعي مرسومين دون تشاور مع النقابات، يتعلق أحدهما بلجان تسيير المدارس ويتضمن الآخر إجراء تقويم للمعلمين. كان مشروع قانون التقاعد أيضاً محل انتقاد من الكونفدرالية الوطنية للشغلة العمومية، والتي قالت إن مشروع القانون لم يسلك المسار الجماعي الطبيعي ويكرس الفساد الإداري واحتكار الخبرة الوظيفية، كما يعني بقاء من يفترض فيهم التقاعد في وظائفهم بقاء أعدادهم من العاطلين عن العمل. وجددت المركزية النقابية الدعوة إلى إصلاح نظام المعاشات، وهو ما عبر عنه أمينها العام في وقت سابق لقناة المرابطون. يقع الناس إلى عادة تم تنقطع منها الكان ينقطع منها وتجبر لا تقاعدت إلا كانت تجبر إلى زاد ولا ثلاث سنوات، هذا ما هو مقدمة ما هو حل. بينما رأى مدير سابق للتشغيل أن تمديد سن التقاعد له جوانب إيجابية. تغيير سنة سن معناتها الخروج من الخدمة إلى من 60 إلى 63 هو مسألة جيدة مبدئياً،